السلام عليكم. في موقع اسمه roomgpt.io، بنيجي هنا نقول له احنا عايزين شكل الغرفه بان ستايل، انا بحب المينيماليست. طيب انت عايز تعمل ايه؟ قلت له اوفيس. وبعد كده لو انت حابب عندك صوره معينه ممكن ان انت ترفعها. انا مثلا عندي صوره حلوه في الداونلود، هيبدا يرفعها ويعمل لك بقى اشكال مش موجوده قبل كده. تمام، دي الصوره هي اللي انا رفعتها زي ما انتم شايفين، المكتب كله بسيط في اقل حاجات ممكنه. فهو يبدا يعمل لي صور تانية، يعني دي الصوره الاصليه، دي الصوره اللي هو كريتها. فانا ممكن اقول له ايه، جنريت نيو روم، وابدا اعمل صور تانية.